رن رن يا جرس. وصعوبة هذا التحدي في أن ينتقل المهاجم من نقطة البداية دون أن يسقط في الماء ويصعد للجرس ليقرع. هل هي صعوبة حقا؟ سنكتشف ذلك مع المهاجم الأول، وهو ينزلق على المزلاج بسرعة كبيرة. اقترب من الضفة الثانية. اقفز. أي كان قريبا جدا. مشترك جديد وانزلاق مرعب الملامح. وقبل النهوض في الماء السابع. مهاجم متحمس بالصورة مثيرة، فهل ينفعه الصراخ والحماس؟ سنكتشف هذا بعد لحظة قصيرة وخطوات قصيرة أيضا. يا لطيف، دفعة قوية، ولكن الوزن الخفيف سيساعد في الوصول للحبل. نعم سيساعد، والصعود للجرس ليس بالأمر الصعب. أحسنت. انزلاق جديد وسريع، ولكنه غاص بعيدا بعيدا جدا وبعيدا عن الفوز أيضا. المهاجم في قمة الخيبة، والمدافع طبعا في قمة السعادة. تجربة زاحفة إلى الماء، وهنا قفز جيد، ولكن على الحبل. اليد لا تحكم القبض. راحت عليك يا الذيب. هل يحمل هذا المهاجم الخير معه لفريقه وللكوماندر؟ قفز قريب، ولكن للأسف الحبل بعيد والوقوع أسهل. نزول جديد، ثبات جيد، وقفز ثقيل. الماء أبرك يا رجل. وزن خفيف آخر. وفي توقع الشخصي، كلما خف الوزن كلما كانت فرص النجاح أكبر. نعم نعم نعم، أحسنت. تشبث في الحبل وصعد، خطوة موفقة. اقرع الجرس. هاي مبارك مبارك. زحلقة جديدة سريعة بعض الشيء. هل سينجح ويفرح أم سيسبح؟ هذا ما كان بالفعل. وزن ثقيل يجرب حظه، وسرعة الانزلاق كسرعة الوصول للماء. كيف طعم المويه؟ اخترنا لكم رابحين اثنين، ولكن 78 مهاجما فازوا في هذا التحدي.